برنامج مارك حاتم نجم The Voice شاهدوا لقطات حصرية من حفل الزفاف والعروس تلفت الأنظار بجمالها. دخل الفنان اللبناني نجم The Voice الشاب مارك حاتم القفص الذهبي اليوم، واحتفل بزواجه من الشابة اللبنانية ماندي أزي بحضور أفراد من عائلتيهما وأصدقائهما. وفي التفاصيل شارك مارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر الإنستغرام تظهر استعداده للزفاف، وكتب عليها جاهز بس بعد في البدلة، لينشر فيما بعد صورا أخرى مرتديا بدلة العرس. وبدورها نشرت العروس الشابة اللبنانية ماندي أزي وهي شقيقة الفنان اللبناني ميشيل أزي صوراً عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على الإنستغرام، ظهرت فيها وهي بكامل أناقتها بفستان الزفاف الأبيض. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خبر زفاف الفنان مارك حاتم من ماندي أزي شقيقة الفنان ميشيل أزي وسط أجواء مميزة وصاخبة وحضور حاشد، ولفت الجمهور إلى جمال العروس. وبدوره شارك مارك حاتم متابعيه بصور وفيديوهات من حفل الزفاف منذ اللحظة الأولى أثناء تواجده في المنزل، ثم توجه إلى الكنيسة وإجراء مراسم الزفاف. كما كانت قد نشرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل العديد من الصور من حفل الزفاف حيث بدت في غاية الجمال والتألق، بالإضافة إلى صور بصحبة الفنان ميشيل أزي. بعدها شارك مارك حاتم الجمهور بفيديوهات من السهرة التي تلت مراسم الزفاف، حيث نقل للمتابعين الأجواء المبهجة والراقصة والسعيدة. وكان مارك حاتم قد سطع نجمه خلال مشاركته في برنامج The Voice فرنسا، كما شارك في برنامج رقص النجوم. أما ماندي أزي فهي من مؤسسي ميوزيك فاكتوري عام 2018 والذي يملكها مارك حاتم. يذكر أن الفنان اللبناني مارك حاتم فاجأ الجميع بعد أن نشر فيديو وهو يعرض الزواج على حبيبته ماندي في العاصمة الفرنسية باريس بين الجمهور. وقال مارك حاتم في فيديو نشره عبر حسابه على الإنستغرام أنه يريد أن يعرض الزواج على حبيبته أثناء تجولهما في الشارع.